السنة كمان رح نحكي عن حملة كمش الدفا يلي بتبلش يلي بلشت السنة الماضية وتطورت كتير السنة. رح نحكي عن كل التفاصيل مع المستشارة الإعلامية للحملة عبير بركات. أهلا وسهلا فيك. والإعلامي الصديق خليل مرداس منظم حملة كمش الدفا يلي بلشنا فيها السنة الماضية وحكينا عنها ببرنامجنا. أهلا وسهلا فيكم. أي متى رح بتبلش الحملة السنة؟ نرجع نذكر بأهدافها وبكل هيك التفاصيل اللوجستية. رانيا، حملة كمش الدفا بلشناها سنة الماضية، كانت هيك على بواب الشتاء. فكرنا أنه نحن من منطلق إعلاميين فينا نعمل شيء نقدر نساعد العيال اللي بحاجة. طلبنا من الناس أنه شو عندكم تياب، شو عندكم دفايات، شو عندكم سجادات بتقدروا تعطونا إياهم. وأكيد تعاوننا مع كذا بلدية لحتى نقدر نطلق الحملة، لأنه لو وحدنا بتعرفي إيد وحدة ما بتزقف. فبلشناها بعلي، بعدين بشوف، بعدين ببيت مري بالمتن، وبعدين بشويفات. تعاوننا مع البلديات وقدمنا سجادات، دفايات، تياب لأكبر قدر من العائلات. كانت عن جد كتير حلوة. هلأ بعد شوي رح نشوف الصور. والسنة الألارات بـ8 أيلول كمان رح نكون بعلي ورح نرجع نبلش الحملة عن جديد بأول باب الشتوية. هدف اجتماعي بحت، هدف قدر يجمع عدد لا بأس به من الناس يلي بلش يصير عندهم هيك ثقافة المساعدة، ثقافة التخلي عن أمور يمكن هن مش كتير بحاجة لها بس تعمل فرق كتير كبير عند الناس الآخرين. كيف كان التجاوب السنة الماضية وقد في طلب على السنة كمان؟ راني، أنا أول شيء بدي أتشكرك على فتح الهواء لإليك ولقصة الام تي في بشخص أستاذ ميشيل جابرييل المر. وبدي اقول لك انه نحن مكملين السنه مثل ما قالت زميلتنا عبير، رح نبلش من علي، رح نكمل بشويفات وبالشوف وبالمتن ورح نوصل لكسر. وين السنه قدرنا اشتغلنا اكثر من السنه الماضيه لانه صرنا معودين اكثر على الشغل، ومثل ما بيقولوا اذا بدك ادمنا على عمل الخير. رح نكون في عنا عم نقدم منح مدرسيه ومنح جامعيه كمان. راح نكون بـ8 ايلول برعايه وحضور الاستاذ اكرم شهيب معالي وزير التربيه، وبالتعاون مع بلديه علي ولجنه التجار علي، وراح يكون المراه الدرزيه كمان عم بتساعدنا، وكل الجمعيات الخيريه من صليب احمر و عم يكونوا الى جانبنا. كيف بيقدروا الناس يتواصلوا معكم؟ كيف بيقدروا الناس ياخذوا يتلقوا المساعدة وكمان يعطوا المساعدة؟ صحيح رانيا، نحن طلعتنا على الميديا، بتعرفي هيدا عصر السوشيال ميديا والميديا، هي لحتى نطلب من الناس انه شو ما عندكم غرض ببيتكم ما انكم عايزينه، ان كان كنزة او سجادة او دفاية عندكم غيرها فيكم تعطوها لناس محتاجة. نحن عنا فيسبوك بيج اسمها حملة كمش الدفا بالعربي مكتوبة، واكيد رح نعطي ارقامنا كمان للي بحب يساعدنا بيتصل فينا، ونحن اكيد بنتواصل نحن وياك كيف فينا ناخذ الاغراض. ما بتصدق الطلب قد ايه عم بيكون عن جد. الناس قد ايه في ناس خيره وبتحب تساعد، بس يمكن ايام ما بيعرفوا من وين يبلشوا، فوقت يشوفوا ولمين يعطوا. يعني صحيح. اوقات بتحس هالتياب مكدسين بالبيوت، خاصه اللبناني بطبيعته ما بيطلب. صح 100%. ونحن محددين انه هيدي المساعدات للبناني. فعن جد قد في ناس بحاجه وما بتكون عارفه فيهم، من هيك نحن بلشنا هالشغله لحتى نشجعهم ليعطونا اغراضهم. بيتصلوا فينا، يمكن هلا الارقام على الفيسبوك بيج بيقدروا ياخذوها كمش الدفا، واكيد نحن بنتواصل معهم وفينا ناخذ الاغراض من عندهم. وكيف بتختاروا الاشخاص يلي رح بيستفيدوا من هالمساعدات؟ يعني طبعا بالتعاون مع البلديات، البلديه بيبقى عندها عالم بتعرف مين بحاجه انه نساعده او لا. وخاصة نحن نرجع نركز أنه أهم شيء هي المساعدات تروح للبناني. نعم أستاذ خليل، كمان يعني هالمساعدات بالمنح المدرسية والجامعية كيف قدرتوا توصلوا أنه تأمنوها؟ هلأ قدرنا أمناها أنه جبنا أرقام تليفونات وحكينا وتواصلنا وأخذنا ميتينج. يمكن ممنوع الإعلانات عندكم هون، بس أنه مدارس الخاصة عندكم كمان على الويب سايت يعني حضرتكم أدرى الـ IU والـ MUBS ساعدونا، مدارس العرفين ساعدونا، وكتير مدارس وجامعات عم بيساعدونا، وكثير اشخاص عم بيساعدونا. يعني معناتها في خطوات لاحقه رح بتكون، يعني اذا بلشنا بشويه مساعدات كتياب وسجاد وغيره، اليوم صرنا بالمنح المدرسيه، لوين رح نوصل معناتها السنه الجاي؟ في هيك بعد الى ابعد مكان.
يعني رح تجربوا يكون اكيد اكيد عمل الخير ما بيوقف، وبالعكس نحن هالخطوه بلشناها صغيره وعم تكبر، واكيد رح نوصل ان شاء الله يعني اكيد بمساعده الجميع انه نكبر اكثر ونساعد اكبر قدر من الناس، لانه عن جد عمل خيرك بخليك تحسي عم تعملي شيء مش قاعده عم تتفرجي. ف يعني بدي ادعي كل الناس اللي عندهم اللي هلا بتعرفي على منعزل الخزانات على باب الشتاء، شو ما عندهم شيء ما بقى بدهم يلبسوا مرتب اكيد يخلوا لنا اياه على جنب ويتصلوا فينا ونحن بنتواصل نحن وياهم كيف بدنا نجيبهم. واهم شيء يكونوا عم بيعطوا من قلبه. اكيد اكيد رانيا. نعم. بس قبل ما نختم في شيء لازم نوجه كم تحيه لحضان، في عنا مدام زينة فريم هي من كسروان عم بتساعدنا بعلاية عبر شركة إنديفكو لبنان أولا، بنوجه لهم تحية إلها وللأستاذ نعمة فريم، لنقول إنه العمل الخير مش محصور لبمنطقة ولا بطايفة ولا بمذهب، ابن كسروان عم بيساعد بعلاية، هذه طبيعة اللبناني. وفي عنا الشيخ كميل سري الدين كمان منه سياسي ومنه رئيس بلدية منه حدا، رجل أعمال كتير عادي كمان عم بيساعد أكثر من ما بتتصوري، رئيس بلدية علي، الشيخ كميل عم بيساعد كمان، الشيخ راجح عبد الخالق. نعم. يعني عندنا أسماء كثير. تحية لكل الأشخاص الخيرين من أيادي البيضاء. لا ما بدنا إنه ما بدنا حق نقول اسم الكل، أهلا وسهلا فيكم الإعلامي خليل مرداس والسيدة عبير بركات، ومنذكر حملة كمش الدفع على السوشيال ميديا، رح ناخذ بريك ونرجع.